خلتني انط 20 خطوه قدام، لان كنت هكلمك على سؤال التدعيم ده بعدين، ومش عايز اسبق الاحداث شويه، لانه هو التدعيم خاصه هيكون عشان كاس العالم للانديه. اكيد وبالتالي لما بتتكلم دلوقتي في التدعيم ولاعيبه، وفي لعيبه اساسيين موجودين وفي لعيبه اجانب موجودين، هتبدا ممكن تعمل حته بلبله في الفرقه شويه، انه مين يمشي من الاجانب ومين يقعد وهتجيب مين صفقات، ويبقى بالتالي يؤثر على الناس الموجوده في الفريق. انت شايف انه امكانيه التدعيم في يناير ولا من الافضل الانتظار ليونيو؟ انت عارف يا كابتن احمد ان عمليه السكاوتنج والبحث والتحري بتاخد وقت. وبعد ما تجد ضالتك من الممكن ان تنجح ومن الممكن ان تفشل. مزبوط. المفاوضات. وبالتالي تفضل انت ماشي ورا خط لغايه قبل النهايه ومتاكد انك انت خلاص هتوقع، وبعدين تجد ظروف معاكسه ظهرت وافشلت الصفقه. زي ما حصل الفتره اللي فاتت، انه يجي مدرب جديد يقول لك لا لا انا عايز اللاعب ده ما يمشيش يقعد. صح. او انه اللاعب نفسه يغير قراره، لا انا عايز احترف في اوروبا، جالي عرض احسن من كده. وبالتالي لابد من دراسه، انه كابتن محمود الخطيب من الان يعني لابد انه يكون في ورشه عمل سريعه ودقيقه. لابد ان احنا نعمل مفاضله ما بين الارتقاء بمستوى الموجود ومحاوله التعاقد مع عنصر او عنصرين يشدوا الفريق، او ان احنا نبدا ندور من دلوقتي وناخد قرار في الموجود. لانه الموجود لما نتكلم على تاو، لما نتكلم على سليم، لما نتكلم على الاثنين المدافعين اللي جبناهم، يعني لابد ان يكون في قرار. لابد ان يكون في فرص، لابد ان يكون في تحضير. يعني انما كنت تسيب الباب موارب، يعني ممكن الصفقات اللي انت بتدور عليها تفشل. والناس اللي هي موجوده وقاعده دي مستواها يهبط، يعني ما بتلعبش. فالمفروض يكون عند كولر خطه جديده، افكار جديده. ممكن الافكار دي تاثر على نتائج الفريق في الدوري. ليه؟ لانك انت مطالب باشراك هؤلاء اللاعبين في الدوري حتى يصلوا الى الفورمه. صحيح. هم دلوقتي مش في الفورمه. لما هينزل يلعب مش هيبقى في الفورمه 100%. محتاج منك تكتيك جيد، محتاج منك قياده جيده، محتاج روح قتاليه جديده، محتاج تعاون من اللاعبين عشان نمر من هذه الظروف الصعبه. وبالتالي هتوصل لمرحله عندك قناعه، بيرستاو وقف يبقى خلاص يقعد نكمل، سليم عاد زي ما كان موجود يبقى اوكي نستنى ونأجل قراراتنا ونلعب بالموجود كويس، لكن ما نعملش مخاطره نهمل الموجود ومش عارفين اللي جاي. بس احنا عندنا مشكله يا كابتن محسن، يعني مثلا امبارح بيرستاو نزل كان كويس والناس مبسوطه جدا من بيرستاو انه كان كويس في الربع ساعه او الثلث ساعه اللي نزلها، فتبدا الناس تقول لك هو بيرسي ما بيلعبش اساسي ليه؟ الماتش اللي قبليه بيرسي ما كانش كويس، يقول لك هو بيرسي ما مشيش ليه؟ فمشكله صعبه جدا لاي مدرب في الدنيا انه الناس ارائها متغيره، وده طبيعي. بس المدرب اكيد ارائه مش متغيره، لان المدرب اللعيبه عنده طول الوقت، فشايف اللعيب شكله عامل ازاي. فهو رضا سليم لعب امبارح كان كويس، الناس يقول لك هو بيقعد ليه؟ رضا سليم يطلع الشوط الثاني مش كويس قوي، يقول لك هو رضا سليم مكمل ليه؟ الامر يا كابتن شديد الصعوبه، والناس متخيله انه انت هتفتح باب او ترفع سماعه التليفون، فلان وفلان وفلان يجوا، ده يجي من هنا وده يجي من هنا وده يجي من هنا، وهمشي ثلاثة أربعة وكأنه مال سايب. أعتقد برضو هي قصة مش سهلة يا كابتن محسن. القصة مش سهلة، والتدريب ده علم مش فهلوة. مش معنى ان انا اجيب لعيب اقول له احنا عايزينك النهارده تنزل وتكسبنا. مظبوط. والراجل بقاله شهر ما بيلعبش. مظبوط. مثلا ما في اعداد بدني وذهني ونفسي و مش في الفورمه. فلما بتيجي بتنزله مش هيدي لك احسن حاجه. صح. ده شيء طبيعي. ليه الناس متخيله ان انا هجيب واحد من الدكه هينزل هيبقى 10 على 10؟ ليه متخيله الكلام ده؟ الكلام ده مش في الكوره ابدا. في حاجه اسمها فورمه، الفورمه دي بتيجي من ايه؟ من التدريب والمباريات. لما بيغيب التدريب يبقى في مباريات، او بيقل التدريب عشان في كثافه في المباريات، يبقى المباريات ممكن توصل للعيب للفورمه. لكن ما يبقاش اللعيب قاعد على الدكه وما بيلعبش وبعدين اروح ملعبه ومطلوب منه انه يكون احسن حاجه عشان الناس كلها مستحيل تقتنع. مستحيل. مش هيبقى احسن حاجه. نعم. يبقى اذا الفتره اللي جايه محتاج ان انا اضخ في الفريق بعض. نعم. من العناصر مستواها مش هيبقى 100% او هيبقى متذبذب. ممكن ياثر على النتائج، لازم نستحمل شويه بقى.
ساعتها اذا حصل لا قدر الله تعادل، حصل نتيجه سيئه، ما نقولش بقى لا وازاي وليه نزل ده والمفروض ان هو ما ينزلوش، يبقى نتكلم بواقعيه. نعم. ونتكلم بفهم كروي سليم. نعم. خلينا